مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا على الهواء مباشرة. النهاردة حلقة جميلة جدا، لأنه اللي منورني ضيفي جميل وحيتكلم معانا وحيقول لنا ويقول لكل الستات ازاي تهتم بشعرها. وطبعا احنا عارفين الدنيا حر دلوقتي والصيف جاي ومش عارفين نعمل ايه، فهو هيقول لنا بقى ايه القصات اللي تليق على كل وش، ايه الصبغة اللي نقدر نعملها كمان وتليق كمان على كل وش. فالنهاردة معايا مصفف الشعر طارق، طبعا بنرحب بيه. ازيك يا طارق؟ اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا طبعاً. اهلا وبرحب طبعا بالمودن زي ما قلت لك. ها طبعا يا طارق، انت عارف الصيف ده يعني غير الشتاء، موضوع الصيف انه الدنيا حر والشعر والشعر بيتعب اصلا، هو في كل الاحوال بيتعب من الصبغه ماشي، وبيتعب كمان من الالوان، والستات بتحب تغير الالوان كتير زي حالتنا يعني، انت شايف اشعر طبعا. اه جدا طبعا لازم. فعايزاك في البدايه تنصح كل ست اللي بالذات في الصيف ايه الالوان اللي تعملها عشان ما تقعدش تكرر كل شويه عشان الشعر ما يبصش اكتر. بس وانت شغال طبعا هنشوف يعني مع بعض دلوقتي اصلا يعني احنا هنعمل حاجتين في حاجه واحده طبعا لازم. بص، بالنسبه للالوان انا رايي ان اللي يليق عليكي طبعا ده اهم حاجه، يعني ان حد يليق عليه حاجه ويعملها ويستمر فيها ده يعني مش عيب. تاني حاجه، احنا كتير قوي نقدر نغير، بس نستشير بقى مين يعني يدينا رأيه في تغيير اللون بحيث أيوة. ان حاجة تليق علينا. ايوه هكلمك على القصة اللي هنعملها الاول. أوكي. احنا هنعمل حاجة قصيرة قوي. يعني هي ما شاء الله شعرها طويل. احنا مغيرين في الوانه، يمكن مش باينة قوي دلوقتي، بس انا شايفة حاجات كده احمرات عاملين بينكات. حاجات على يعني انت هتشيل كل الموبات دي؟ لا مش كلها. في حاجات احنا عاملينها مخصوصة. انت هتقص شعرك اكيد؟ تبان بعد كده. متأكدة؟ اه ماشي، مدام طارق هيقص خلاص ايده فيها البركه، بيطول على لا طول. لا هيطول ان شاء الله على طول. ايه وبالنسبه للقصه اللي انت هتعملها دي، القصه دي يا ترى بتمشي على كل وش ولا يعني القصه دي بالنسبه ليها هي يعني ملائمه لوشها هي بس؟ بص انا نقيت القصه دي معاها، واحنا الاثنين كنا تقريبا متفقين يعني على الطول. هي وشها يليق عليه الحاجات القصيره، صغير كده عارف، يليق عليه الحاجات القصيره قوي، وهيدي له شياكه كمان. ان شاء الله يعني تعجبكم، يعني تحسوا ان في اختلاف حلو. طب قول لنا ايه القصه دي نقدر نسميها ايه؟ هي يعني الاساسي بتاع اسمها كاريه دي جرادي. دي جرادي يعني نسميه بس هو متقطع كتير. اوكي، احنا دلوقتي عرفنا القصه اللي انت هتعملها وطبعا انت هتشتغل فيها، وانا بقى اكمل سؤالاتي. يلا اسال بقى، عيش مع نفسي. دلوقتي انت عارف موضوع الالوان ده، الجراي والرنساج في الصيف. تمام. والست طبعا البحر يعني ده لو هتروح تقضي اجازه تقعد لها اسبوع 10 ايام على البحر، فمش هتقضيها هي كل يوم رنساج، فايه الطريقه المناسبه انت تنصحها بيها عشان شعرها ما يبصش؟ بص، هو التفتيح عموما بيتعب الشعر كتير، بس يعني هي يعني لو قلنا انها موضه والناس كلها حابه تعملها، ساعات الناس بتخترع كده حاجات يعني انا ما يعني بصراحه ما شجعهاش، يعني احب دايما انها تلجا لمتخصص يديها النتيجه اللي هي عايزاها. البلوند موضه قوي دلوقتي، كذلك الالوان اللي يعني نقدر نقول انها كريزي شويه او يعني موضه جامده يعني. لا طبعا. كل ال ايه الاخضرات والبينكات والمومان عامله منهم انا بس متخبيين جوه مش باينين دلوقتي. موضه كتير قوي. بس احنا يمكن عندنا في مصر هنا شويه ما بنقدرش نتابع الموضه العالميه قوي، عشان برضو يعني لا بالعكس، انا والله المره اللي فاتت شفت واحده شعرها كله اخضر كله عارف، عجبتني جدا. يعني دي نقدر نقول انها ماشيه على الموضه جدا، لان يعني اوروبا مثلا كلها دلوقتي يا بينك يا البيربل الجامد، يا اما عامله مثلا اللي هو على اخضر شويه، او يعني في الوان كتير. بس عموما انا رايي ان في الاخر قصه اللون اللي يليق عليا ايه،
زي العروسة كده بالظبط. يعني في هي بتبقى عايزة حاجة مثلا، عايزين بس تلف هنا سنة للكاميرا شوية كده، تلف هنا. اوكي، لا العكس العكس العكس، نعكسها. تمام، كمل لي. يعني بالنسبة للعروسة مثلا، احنا اوقات كتيرة جدا بنعمل، يعني بحب اعمل العروسة كلاسيكية يعني عشان تبان كوين كده في يوم فرحها، يعني لازم تبان حاجة مختلفة. العادي جدا انها على طول طول الوقت يا اما مسيبة شعرها يا اما زي حالاتي يعني النهاردة اعجوبة، لميت شعري باعجوبة يعني لسه بحاول اتأقلم مع الوضع. لا حلو قوي. اوكي، في يعني حاجات كتيرة قوي نقدر نعملها للعروسة مثلا، وفي نفس الوقت تغير شكلها، لان هي كل املها انها تبقى مغيرة شكلها في يوم الفرح بتاعها مثلا. بس طيب دلوقتي احنا عايزين نصيحة من طارق للستات برضو الجمال. انا برضو برجع وبقول موضوع اللون الجري، لانه فعلا في ستات كتير يعني متمسكة باللون ده، وفي نفس الوقت بتدخل الالوان اللي انت بتقول عليها، البينك والموف والاخضر كله. انت شايف انه هي تلعب في شعرها هي اوكي، والا تروح تاخد الاكستنشن وتلعب في الاكستنشن، انت شايف ايه؟ والله يعني لو عندها اكستنشن وهي حابه ده، يعني هيفرق معاها في حاجه واحده بس، ان هو هيريح شعرها. انما بالنسبه لشعر قصير هيبقى شعرها، مش هيبقى اكستنشن. يعني قصه زي دي مثلا احنا مش محتاجين فيها اكستنشن خالص، بالعكس احنا شلنا كل اللي بايظ في شعرها، وفي نفس الوقت ادينا له قصه حلوه، او يعني ان شاء الله يعني تبقى تعجبكم او تحسوا ان في اختلاف في شكلها ان شاء الله. اوكي، بس لون شعرها حلو يعني للالوان انت عامله. احنا عاملين حركه يعني اسود على موف، موف غامق كده، جذور كلها سودة، وبعدين هنا الأطراف من تحت كلها على موف، وبعد كده عاملين في القصة يعني كم خصلة كده صغيرين يعني فيهم موف برضو. تصدقي مع أني أنا ضد، يعني سوري بعد إذنك، يعني مع أني أنا ضد الست أنها تقص شعرها، بس حلو عليكي برضو. هو انا فعلاً عارف انه هيليق عليها من اول لحظه شفتها. يعني انت طارق تقدر لما تشوف حد تعرف ايه الحاجه القصه المناسبه ليه؟ طبعا. يعني الحمد لله برضو وصلنا الخبره، يعني الحمد لله ممكن اقول لحد ايه الموضه اللي تليق عليه. واوقات كتيره جدا ناس بتجيلي بحاجات مثلا هي انا حاسس انها مش هتليق عليها، زي الالوان مثلا، بنت كده بتشوف الالوان على شعر حد كده فعايزه زيها، بس هي ممكن ما تبقاش لايقه عليها خالص. فعلا فعلا احنا قدامنا دي كده دلوقتي، ترجعي بس ترجعي بسرعه ماشي، بتتاخريش علينا. اتفضل انت بقى استريح مكان، هنكمل احنا لحد ما ترجع لنا هي بالسلام. طارق طبعا موضوع الالوان ده بالذات يعني بحكم البنات، احنا هنتكلم شويه على البنت اللي شعرها فاتح يعني زي لون شعري كده اوكي، من كتر بقى ما تقعد هي تفتح وتعمل رنساج ومش عارف ايه الشعر بيبوظ. وطبعا زي ما انت عارف وبحكم خبرتك انت بتنصح البنت انه هي بالكيراتين والكريمات عشان الشعر كمان ما بيتعبش. والله انا هقول لك على حاجه، انا في ناس كتير ساعات بقول لهم ان شعرك تعبان، يعني بنصحها بجد نصيحة فعلا، لان انا يعني مش هستفاد حاجة ان انا اعمل لها حاجة وشعرها يتعب اكتر. فانا دايما يعني يا اما بعالج زي ما حضرتك قلتي بروتين او كريتين او كده، ده لو شعرها وده مفيد يعني محتاج. مفيد طبعا مفيد في بعض حالات، ومعظم الناس يعني بتبقى يعني في محجبات كتير مثلا، او في ناس كتير ما بتبقاش مبينه شعرها، ما بيبقاش فارق معاها انها تعمل له كريم تعمل له حاجات. ففي علاج فوري زي البروتين مثلا بيعالج، ساعتين بنكون مخلصين شعرها وبيبقى شكله حلو قوي، وتقدر تظهر في وسط اصحابها وفي وسط ناسها ما عندهاش اي نوع من انواع الحرج، او ان هي متضايقه ان شعرها مثلا مش مبسوطة منه. مش مبسوطة. طيب طارق انت تنصح الست يعني ايه اكتر ضرر، اكتر حاجة تبعد عليها عشان ما تضرش شعرها، ايه الحاجة هي؟ انها تلعب في شعرها. يعني في ناس كتير قوي بيقولي عاملين كوارث
يا اما مغمقه شعرها. ده الطبيعي يا طارق تبع الستات. لا بس من احنا ياما كوارث اتحطت على رؤوسنا. لا هي انا اظن انها لو لجأت لمتخصص ده يعني بيتهيألي هيعمل لها النتيجه اللي هي محتاجاها، او لو هو حد كمان ذو خبره وبرضه يعني يكون امانه يعني انه ينصحها فعلا، مش الفكره انه هو عايز يشتغل وخلاص. لا ما هو ده الموضوع بقى. ده بيفرق كتير قوي انه يكون امين معاها يعني فعلا. فعلا. طيب طارق خلينا نشوف صور دلوقتي مع بعض وتعليقاتك عليها. تمام الله. دي صور انا عاملها يعني، دي ده انا اللي عاملها. طب ما انا عارفه اكيد، انا بقول الله عشان انت اللي عاملها. حبيبي ربنا يخليك. ده انا كنت اتمنى انا اللي اكون عاملاها. صور تانية وهنعلق عليها يعني. دي نفس البنت اللي كانت معايا دلوقتي. لا والله هي نفس نفسها؟ البنت اللي كانت معايا. متغيره خالص. متغيره. لون الشعر مغيرها تماما يعني. لا دي واحده ثانيه خالص، بس دي كانت عروسه. كنا سايبين شعرها، ما كناش لامين وعاملين لون بني غامق كده يعني. كنا بنلعب في الاساس بالتاج يعني. حلوه قوي. نفس رجعت لنا البنوته الجميله. نفس البنوته طبعا، الميك اب مغيرها جدا، ولون الشعر واللون ولمه الشعر برضو. هي هنا كنا يعني فكره العروسه بطريقه مختلفه يعني. ده مثلا القصه واللي انت عامله كله ده جميل يعني، يقدر نقول فيونساي وفرح يمشي الاثنين. هو هي الفكره منها انها عروسه، بس إنها بطريقه عروسة مختلفه يعني، مش تاج بقى والعروسه التقليديه. حاجه سامبل يعني. الكوين لا يعني اللي هو سن برضو ايه يعني، دلوقتي بنقول لك ايه سن الشباب وسن أيوة بتاع أيوة. ونعمل كيرلي، نعمل يعني مختلفه شويه يعني. ايوه بس احنا شفنا كمان صور، عايزك يعني الالوان والوش والعروسه بالذات في وقت فرحها يا طارق بتلاقيها يا حرام بتكون خايفه من كل حاجه. انا خايفه من دي، لا انا مش عايزه دي، لا انا حابه دي، لا فبتلاقيها نفسها تكوش على الدنيا كلها وتطلع بيها. فانت بقى يومها يعني. طبعا محتاجه كل الناس حواليها. بس انت لما تجيلك يعني بتقدر انت تلعب في حته انك انت انه تهديها، تديها الحاجه اللي هي عايزاها، تطلع انه هي مبسوطه. أيوه. طبعا من عندك. يعني بعمل ده طبعا، بس ساعات يعني بيصادفني بقى بتبقى تقريبا 10% من ايه؟ يعني من ناحيه انها جايه وعندها تارجت معين عايزه تعمله، وممكن ما يبقاش بتاعها. بس في ناس فعلا كده بتبقى جايه عايزه حاجه هي مش بتاعتها وما تنفعش معاها. ما تنفعش. فيعني الموضوع بسيط جدا، ونقدر نعمل بروفا ونجرب، وهي نفسها بعد كده بتاخد القرار معايا. هي تقرر. لان بالظبط بتاخد قرار معايا في التغيير، ان اللي هي كانت طالباه مش مناسب ليها. مش مناسب. بالظبط كده. طيب ايه دلوقتي، احنا دلوقتي 2017 زي ما قلت، الموضه ما شاء الله بتتطور، بطلنا عارفين ناخد ايه ولا نحط ايه ولا لون ايه يعني. كل 3 شهور عندنا موضه يعني زمان فعلا يعني، نقول من 7 سنين 9 سنين لما الجري طلع، البنت لما كانت تطلع الروتس بتاع شعرها شويه يقول ايه ده، روحي اعملي شعرك. بالظبط. فدلوقتي موضه. ماشي. موضه دلوقتي فعلا زي ما حضرتك بالظبط يعني، انت كتالوج يعني. لا انا كده بص، انا الروتس بتاعتي طالعه من 20 سنه. لا ده صح على فكره. هي الموضه دلوقتي روتس غامقه والاطراف فاتحه. اللي انت فيه دلوقتي هو بجد كتالوج الموضه. يعني ده بجد والله. الموضه دي يا طارق هتضيعني. لا مش في الاخر هنوصل ما فيش عندنا شعر. فحبه حبه علينا اقول لهم يعني لما يطلعوا الموضه شويه شويه. طيب طارق، الالوان دي انت شايف انه هي الاخضر والبينك والموف، مش نعملها خليط مع بعض كده، انت رايك ايه بالنسبه للبنت، البنت البيضاء والبنت القمحويه والبنت السمراء؟ خلينا نتكلم شويه يعني كمان. هقول لك حاجه، البنت انا السمرة. مثلا الموديل اللي معايا النهارده هي بشرتها قمحويه او ما هياش بيضاء يعني، فقررنا ان نعمل لون قريب من الاسود ويبقى مندمج معاه. يعني اللون الموف اللي احنا عاملينه او اللي هو الاحمر اللي قالب على موف ده هو لايق على بشرتها جدا. ما حبيناش نعمل مثلا ازرق او بينك او حاجه افتح من كده، لانه لايق عليها اكتر، انه يبقى لون واحد حتى لو هنوزعه بالطريقه دي. احسن بكتير من ان احنا ندخل يعني مزيج الوان مع بعض، والموضوع سهل بس محتاج الحد اللي يليق عليه ده. يليق عليه. تعال عليا انا بقى واعمل اللي انت عايزه. يعني يليق والله ما شاء الله عليك. طب بص دلوقتي احنا طارق داخلين بقى افراح، وانت عارف والستات بقى يعني نقول لهم الف مبروك من دلوقتي. طبعا. ايه التسريحات اللي انت شايفها مناسبه
بالنسبه ل 2017 وموضه يعني وحاجه رقيقه وحاجه سامبل. والله انا رايي ان ولا انت بتحب المطرقع؟ يعني انا بحبه طبعا. مفيش حد ما انا حسيتك، انا قلت لك حاجه سامبل قلت لي والله يعني لا بحب ده جدا، بس ساعات الفستان بيفرض عليا حاجه معينه. يعني هي جايبه فستان كلاسيكي زي ما احنا شايفين كده. يعني دي بس نفس ده اللون دي نفس البنت على فكره، نفس البنت اللي احنا قطيناها. والله البنت دي بس دلوقتي بترجع نحولها يعني ما بتتغير خالص. هي واحدة تانية في الصور، واحدة تانية تقريبا فعلا ليها صورة تانية كمان. انا عامل لها تاج ذهبي كده مع شعر طويل مختلفة تماما، هي واحدة تانية بجد يعني. حلو. طب قول لي بقى اللمة دي تنفع العروسة؟ تنفع العروسة، بس يعني رأيي ان لازم كله يليق مع بعض، الفستان مع الميك اب مع يعني الدنيا تمشي مع بعضها عشان في الاخر يطلع مترتبة يعني. في ناس كتير مثلا بتحب انها يعني تسايب شعرها، انا بقول لها إن احلى عليكي ومع الفستان انك تعملي شنيو وهتباني بجد كوين، حتى لو كان في بعض شقاوة او تطش شقاوة كده. نفس البنت، نفس البنت والله العظيم الواحد لو يشوفها ما يعرفهاش هي ماشية في الشارع بالظبط. لا متغيره تماما يعني. هو انت هنا قصص شعرها كمان صح؟ لا هنا ملموم، هنا ملموم. لما تبان كانها بس كان لون فاتح. اوكي. وعلى فكره يعني المفاجاه بقى ان ان الشعر اللي انت شايفاه ده اكستنشن مش شعرها. انت عارف أصلاً اللون ده صعب، اللون ده صعب يليق على اي حد، بس طبعاً انا بشوفه بيليق اكتر حاجه على البنت البيضة. بس لا والله بيليق مع سمر برضو. ممكن يليق مع سمر بس لو توظف صح، يعني ما تعملش فاتح قوي. يعني ناس كتيرة جدا تقول لك انا عايزة لون مايا دياب مثلا. يعني هو لايق على مايا دياب طبعا، بس ممكن ما يلاقش عليه، ممكن ما يلاقش على ناس كتير. لو اتعمل على اغمق شويه والله مايا جننت الناس. جننت باللون الناس. باللون شعرها الحلو طبعًا ده طبعا جميله قمر. لا يا قمر فعلا في لون يليق على الناس قريب لده، بس مش شرط يبقى نفس درجه الفتحان. بس عشان يوصلوا للون ده كمان بيخسروا يعني في خسائر في الشعر. مش حاجه يعني ما ينفعش انافق نفسي يعني، بس هو فعلا تفتيح الشعر بيبقى متعب، عايز علاج وعايز طبعا متابعة. محتاج عنايه جدا، ومحتاج كمان متخصص فاهم هو هيشتغل بايه، لان في حاجات بتفتح الشعر من غير ما يتاذي خالص خالص، من غير ما نعمل له اي مشكله. وفي بعض الناس لسه يعني ممكن تبقى على حاجات قديمه شويه، فيعني ممكن تعمل مشكله. لا احنا عملنا بنتطور يا طارق، ما ينفعش الكلام ده خالص. هو ده اللي انا عايز اقوله، يعني احنا داخلين بينكات وموفات ومش عارف ايه والالوان كلها والقصات الكريزي. طب بص انا عايز اسالك دلوقتي، البنت السمراء البلاك يعني عارف ليهم جمالهم بقى دول، فايه يعني ايه اللون اكتر حاجه؟ انا بشوف كل الالوان بصراحه، يعني اللون الاسود كمان لما تدخل الخصل دي، انت شايف ايه الالوان تليق عليهم مع الاسود؟ يعني هم معظمهم يعني تلاقيهم بيميلوا للاسود بيدخلوا يعني الوان، البنيات بتمشي مع، لان دايما معظمهم على فكره بيبقى الوان عينيهم فاتحه، يعني تلاقي لون العين فاتح، فده بيديكي جرأة ان انت تغيري لون الشعر. يعني لما حد يبقى لون عينيه عسلي انا ممكن اعمل العب في درجات العسليات. او الذهبي الغامق، الذهبي برضو مش شرط يبقى فاتح قوي. أيوه. يعني ممكن يبقى غامق، بس فكره اللون الذهبي ايه، الغوامق بتاعته برضو تليق على السمر جدا برضو. طب ايه رايك طبعا، خلينا نروح لموضوع الضفاير زي ده، ضفيرتي كده تحس اني متكتفه. انا فكره عملت لك مره ضفيره على بس كانت حلوه يعني. كنت خايفه. انا نزلت لك بقى جاهزه عشان ما تعبكش معايا. الحمد لله. كتفت نفسي ونزلت. فايه موضوع الضفيره يا ترى؟ يعني العروسه حلو انها تعمل ضفيره في يوم فرحها ولا في ضفيره معينه؟ والله يعني العروسه ما يعني انا شايف ان هي لو توظفت بطريقه ان فستان وميك اب، وهي يعني انت ترى بتمشي شوية حسب الفستان، يعني تشوف ايه الفستان انت بتنسق عليه، الدنيا تكمل بعضها. بس وجهه نظري ان العروسه لازم تبان يعني ده يومك، ولازم تباني فيه كوين بجد، ملكه يعني. ما ينفعش ان انا اعمل لك اللي انت بتعمليه في العادي، يعني العادي بتاعك انت عامله ضفيره او خارجه لابسه بينك، لابسه لازم يوم الفرح تلبسي ابيض او نلم شعرك. طب لو انا مش عايزه البس ابيض يعني انا لا هنلبس ابيض بينك، حتى البينك موضه يعني. بس في الفرح بالذات او عاداتنا الشرقيه عموما العروسه لازم تبقى لابسه ابيض. ابيض يعني ده الصح يعني،
ساعات بيكسروا اللون يبقى اوف وايت او كده، بس طب عشان خاطرك يعني هخليه اوف وايت يعني. يلا اوف وايت. طيب قول لي طارق دلوقتي ايه، خلينا نتكلم ازاي انا اقدر اعالج شعري، ازاي اقدر احافظ عليه من كل الكوارث اللي بنعملها في نفسنا. يعني التكنولوجيا الجديده دلوقتي اللي موجوده وشركات عالميه كثيره جدا عملت ابحاث وحاجات. لا بص هقول لك حاجه قبل ما تبتدي. تمام. في ستات فعلا ما تقدرش تدفع تكاليف كتير على شعرها. تمام. ماشي، فاحنا عايزين بقى نمشي يعني نروح شويه للتكاليف اللي كده. الموضوع مش كده، بس هو الفكره في ايه، ان انت ساعات حتى لو بتعملي مثلا يعني معاكي مثلا بادجت معينه عاملاها لده، ان انا عايزه اعالج شعري، فانت رحتي وعملتي وصرفتي بس مش في المظبوط او مش في ما دهاش نتيجه. بالظبط كده، هي دي الفكره بالنسبه لي. انما يعني هي كاتيجري يعني. والكل شعر ليه الحاجات اللي تناسبه يعني. ما يعني انت قصدك مثلا الشعر الناعم مختلف عن الشعر الخشن، على الشعر يعني كل شعر ليه، الشعر الدهني ليه حاجه، الشعر اللي ناشف من الاطراف لا كل شعر ليه الحاجه اللي سوري الحاجه اللي اقدر اعملها معاه وتفيد. هي معظم الناس بتشتكي من اطراف شعرها. اه جدا صح. بالظبط كده، التقصيف ليها علاج كتير جدا. طب ايه علاجها دي؟ يعني اعالج بالقص مثلا. طب نفضل نقص بقى احنا كده نقضيها قص يا طارق؟ نقص دي اللي هو نشيل الشعر يعني. لا احنا ممكن خلاص عملنا مثلا ستايلنج معين او عملنا قصه معينه، نقدر كل شهر ناخد ملي ملي من القصه اللي احنا عاملينها. يعني انا بفكر كل يعني انا بقول لك حاجه كل شهرين كويس يعني. ده انا قلبي بيتقطع. ان انت تبقي مع حد وفاهم الكيس كلها وبيعمل ايه او هيعالج ايه. يعني ده الموضوع، ان مش القص معناه ان انا اقص، لا انا قصدي علاج القص بالقص ده معناه ان انا اشيل ملي. هيفرق كتير جدا. الموديل الجميله طبعا اهي نورتنا، اهلا وسهلا. ده انا شفت لك صور دلوقتي ما شاء الله تبارك الله، ده انت الواحد لو يشوفك بره ما يعرفكيش. طارق ابدع فيكي فعلا، ابدع صح. كل حاجه عملها لك مناسبه ليكي ووشك وما شاء الله فعلا واحده تانية غيرت كتير صح؟ جدا. يعني بص دلوقتي نشوف القصه الحلوه، انت كده هتخلينا اقص شعري. لا انت واخده بالك من الحته اللي فيها اللون من ورا يعني مختلفة تماما زي تقريبا زي ما احنا يعني شايفين قبل وبعد. لا حلو جدا. انا هنقعد دلوقتي يعني اول واحدة هتقص شعرها. على فكرة انت من الناس اللي يليق عليك الشعر القصير برضو. عايزين نلف وشها. انا من الناس ايه؟ يعني اللي يليق عليك الشعر القصير جدا. قصير؟ طبعا يعني بس بتوظيف. يعني انت محتاجة من قدام يبقى طويل، ولو قصير من ورا مثلا هنا اقول لك حاجه على الكتف انا قصيت مره زمان شعري على الاخر، ماما ما عرفتنيش. لا ايوه هيغير زي ما شفنا كده فيها. والله يعني والله انا بنتك لونها لون غامق في الوان فاتحه مختلفه غير اللون اللي كنا عاملينه على الفور. لا انت عارف الفكره انه انا يعني كطارق شخصيا عاجبني انه هو عارف الموديل اللي قدامه هي عايزه ايه. تمام. فانت عرفت بقى هي عايزه ايه وشها عايز ايه، الالوان اللي بتلعب فيها فعلا. تمام. فيها هي وانا بشوفها في الصور دلوقتي دايما الناس حل. تلجا لحد متخصص. طب طارق انا اغير لون شعري اعمله ايه؟ لا انت حضرتك والله مش محتاجه، انت عملتي كل حاجه ما شاء الله عليك. انا خلاص بجد يعني والله. لا بس الافكار كتيره وموجوده والله. بفكر مش هروح اغير اورانج وخلاص. لا بجد انت الالوان الذهبيه تليق عليكي جدا. لان انت برضو اما بتاخدي لون او يعني انا حاسك واخده شمس شويه او كده. انا والله بيجي الصيف بحرق نفسي يعني عشان يمسك معايا يعني كل الشتويه. حلو حلو جدا عليكي. هنعمل ايه يعني؟ ما لو عملتي حاجه على ذهبيات شويه غير القش او الرماديات برضه هيبقى تغيير جدا. لا هو لازم يتغير بصراحه، عشان موضوع الرمادي ده فعلا هو تعبني وتعب ستات كتير. ليه؟ أيوه. بالذات اللي بيروحوا بحر كتير بقى. أيوه فتفضل بقى علبه الرنساج معاهم، تروح تنزل البحر ترجع تعمل رنساج. في انواع شامبو بنستخدمها مره كل 10 ايام بتغير، مش بتغير، بتحافظ على لون الشعر فعلا. شفتي؟ انا عليها هو كشف عليها يعني. ايوه في حاجات كتيره قوي تساعد على ان شعرنا دايما. هي دي متوفره مرفوض عندك ولا متوفره بشكل عام يعني؟ والله ما اقدرش اقول لك انها بشكل عام، بس هي موجود للي بيبقى عارف ده
ودايما بيحاول يوصل للعملاء بتوعه ان احدث حاجه موجوده او التكنولوجيا الجديده دايما موجوده عنده. موجوده في كل حاجه موجوده دلوقتي في 2016 وعمالنا بنتقدم، وربنا يستر علينا احنا الستات وعلى شعراتنا اللي يا رب. نورتني. اهو الحمد لله بنقدر نغير. لا يعني طبعا طبعا لا و... لا يعني طبعا. احنا شفنا صورها باللون الفاتح برضه حلو جدا ولايق عليها، وهي حاطه الورده وعامله هي في حد يعني ذاتها طارق يعني. هي في حد ذاتها ورده. أيوه. للاسف طارق الوقت خلص. ان شاء الله يا رب اشوفك على طول كده متالق. مبسوط ان انا كنت معاكي جدا النهارده. ربنا يخليك يا طارق، وانا كمان مبسوطه انك نورتني ومبسوطه للموديل الجميله، وخليكي كده على طول متغيره ما تخليش حد يعرفك خالص. ماشي. نورتني يا طارق مره ثانيه. نورتني. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره.